يا رب اطلع. الله الله يا رب يزيد يطلع. يا 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 وجه وجه كلمة للكاميرا كلمة للكاميرا حتى في كوم قاديات نور هاب شو مخنوق إلا مك صعب مهضوم وتعبان وناطق اللي مش فهمان اللعب خليني قلك شو صاير في ناس بقوا هذا كبري ناس بتنسى كيف تربي في ناس يرحل من يرحل ياتي من ياتي يغادر من يغادر جرينتا اي 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 يعيش فريق الجرينتا يا ولد يا ولد يا سلام يا سوكي قول والله هاي بصور والستان ما جبتوش اليوم لا جبته كان حطيناه هيك عملنا الدخل فيه نحط بتصور هيك عشان فاتين الباب يلا المرة الجاي المرة الجاي وما عجبهم مش ستان ما هو ها باك زيد ستان بده واحد يعرف يصور فيه ما هو لا واحد صاحي له بس واحد صاحي له لا تطلع عليه الصباح بلون صفرة على البوت الاصفر طريق نحل نحل يا عين عليك يا سوكي حارس بالفطرة لا وراكم لا انتو ضرب الجزاء فيها بنالتي وجه كلمة الكاميرا سوك بسرعة لكم احلى كاميرا احلى شباب نور كرب كرب خش خش في الملعب خش ايوه نور يتقدم فارس بعد الجول فرجينا ابو الصبح ايوه ابو الصبح عشان نشوف علامات الندم على البلنتي صبح هاي مسبب البلنتي يعني شنو قصدي وقوار في حاله كل شيء ابو الصبح اسمع لا تغلق الصفحه في الاهداف العكسيه تسبب في البلنتيات كل التسديدات على المرمى ابو الصبح ثوره بس حاله عن جد ما بيعرفش يمرر ولا يقطع ولا شيء لا بس حق الدفن كذا نحسبنا احنا هو من هذيك اللي جايبها ما جبتهاش اليوم
الله حرك ديخو بالصبح حرك شو هاد هذا منجنيق نوار حلو حلو اللعب حلو قال لي يا يوسف لعيب مفتوح لعيب نار لا بتجنن حلو 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 حلو
واحد قرب على النص يوسف. ارجع اعتقد انا مش طالع بكت ما اعرفش نروح فيها ومر فيها مكشوف الكورة نار بس ام الطابة وين الجرينتا يا يزيد وين الجرينتا معك مهند يا احمد على الأمانة يا شوكي الصباح
العب باصات يا شباب باصات. يلا مين 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 تعب؟ صار ربع ساعة تقريبا راح اديكم. صار 22 دقيقة. هم لعبوا هم تأخرنا تعب. ثلاث واحد ثلاث واحد مين تعب؟ راح ديخكم نص نص شوت حلو 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 جاهز طبعا جاهز زمان جاهز Thank you.
هذيك الجهه، روح على الجهه هذيك، روح. فين هان؟ فين هان؟ يا ويل عليك. تعال تعال تعال. راح هنا اصابه بالغه. انت باش بسرعه شوي شوي، ريح انت حالك الولد. راح هنا اولاد، راح هنا مشكله. تعال مش انت ممرض؟ انت رياضي انت صحيح، غلطنا في النمره يا عمي. مين ممرض؟ لا انت مهندس زيه. شد شد تعال ممرض. شاد يا مهند شاد، ارسل ارسل حالك مهند. لا خلص لازم يختاروا ايش راكبتين. فكروا امان يوسف خير خير خير. شوف لي اينشتاين خليه يختار عشرة الخصيتين لانه الوضع ما بيزبطش معنا. عادي اي واحد غير اي واحد غير اينشتاين بيخترع لي من ايش اسمه كرسون ثاني اسمه دان فار. اها ما هي انا اللي بدنا اياه، لازم يشترون عشان يزبطوا. اسال الصيدلية قديش. لكن ايش عندنا؟ طب ولا شو اسمه؟ في حدا بده يفوت حدا يفوت لفوت انا؟ لا خليك شوي فوت انت. فوت على لسان هسه. صعب مره. خلاص بكذا. وين يا عمي مشكلتهم متخبين ورا ورا السياج. هذول الجماهير الوفيه للنادي للفريق. ايش رايك هاي تلعب حديد فاضيين حمود؟ طيب يلا هاي ها باشا حديد ورا 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 ورا. الله يخزيك مش على الكاميرا. الكاميرا سرش يفوت ينام ويفوت على الحمام ويعمل شو بده يعمل؟ بده يفوت يتحمى يجرب برضه لازم. طلع ليه غلط غلط ليه؟ نص نص الله يخمك يا حمو. تعال لعيب ملك حوت يا يزيد حوت. ارجع لورا ولك اربعه ما هم ورا. تحرش بدون طابة ملك يا ابو الصبوح. انت سمحت هذا يوسف محمود بدري هسه. ولك بتحرك على حالك ماني الك هاي محمود محمود لازم تفهم عليه طوابع الك
طب اطلع Yeah.
قد لايك صور خلاص هات غمود يلا روح حمود راح شيء.
والله شفته فتحه. هل تحسن يعني بعد ثمان دقائق الله ريك ساعة بلشتوا انتو ثمانية وشوي سألوا الشوط اذا بتبلشوا على الثمانية سألوا ثلاث دقائق بعد شباب اخر هجمة اخر هجمة لا خلاص انهي بدل بدل يلا بدل حلوة شنو بيها حلوة كان بده اسبوع مهند تا يوصل من نص الملعب لاخره اسلو موشن شوت الاحواط نوقع ما بتضرب ايش لا مجاز صار ماله ضرب نزلت ضرب بلاطه لا بجوز عشان الكورونا ما خايفين بكو خايفين سوكي قعد سوكي خلصونا يا عمي حدا يلعب الفاول خلص يلا العب زلمة ترجع كمان مرة لا
فارس هاي ولايك وحش رايك على الباص فريق الجرين طار مساك هات اللايك اللايك بيلعب معنا مضغوط تحت ضغوط شو اسمه بك الله يستر معك يا ما يجوز شوت لايك ايوه يا زلمه زين بتشوتنا علينا شوت الله يلعن بي 50 ساعه عندي مباراتين مين؟ شنب والاسمر نفس الفريق الشنب عندي بيلعب الشنب حلوم اظن محلوم لا عنديكم شو بيلعبوا اخويت عبد الناصر بقول له يضلك تجيب قال بدنا نضلنا نلعب احنا ويا تاع نغلبوا بعدين بنغير يلا سوكي بعد سوكي شد شحالك لايك شد شحالك العدد 1-0 هات عباد هات عباد هات يا لك ما جبت هيس علمت في الحديد هيس هيس على مكروني روح لايك الله يخمك يا حذيفة لا لا انا بلعب وانا مش مرتاح بالمرة ليه؟ كاحل يبقى عرضه ما بس المطابق بصير وجه سامة تتصابت في التدريب يوم الأربعاء امبارح امبارح ناسي تلعب اليوم شو بنساوي يا سوكي؟ سوكي شوف ايه زيد كده الساعة عير له الا خمسة الا خمسة تسعة الا خمسة هتطلع حط البعيد لهي رايك لازم رحت على يمينك وشتت والله رايحة وهي رايحة كمان انا مش رايحة لا بالصبح لا بالصبح لا بالصبح ايوه لا بالصبح مرر مرر دور طابة هاي نص هاي النص انا جاي الصبح انا جاي
هاي مدرب الفريق ابو بمجد. ربح يا راي حمود. ربح. لحال العب. ايش مراد مساك؟ كيف الحال؟ ان شاء الله رب العالمين. انا جاي افتح لكم من ان شاء الله. توكل على الله. يلا هلا بيك. شنو نمضي حماد؟ لا ضرب ايش الصبح ولا في الليل؟ 3:30 العصر. ولا اي بيجي ضرب حماد لساتهم ولا بطلوا؟ بطلوا اليوم زميلي. انا بفتح لها ابو ايمن بيجي. الله يعينه. لا مصر بيجي الساعه 9. والله هذا في لعب الجمعه يعني. ولك في الكورونا احمد العلي ولا في الكورونا طلع الملعب حجوزات الصبح بكين احسن من اخر والله في الصبح بكون ناس يلعبوا كثير. دار لسه ما سمعت لعبة دار الصبح يوم الخميس الماضي لعبت معهم؟ لا والله ما رحت على الشغل انا اليوم اجوا حركة قالوا لي مش معهم مع الشنب بجوز الشنب قال لي تعنزل ورن علي احمد قبل يوم قلت والله ما بقدر يا عمي عندي شغل منيح طب الله خلي النادي يتنشط افضح عرضك من هي ذاك؟ الله يخمك يا حليفة. تطلع؟ يلا شوي. واحدة 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 هم 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 هم. الله يخمك. كوكب زحل. تعاون نابلس 3:30 عمر جبر استنى العب الهجمه العب الهجمه بس ظبط شو اسمه مال هون عمر الحنبلي وعمر جبر بيجوا هون الثلاثه اللي فاتت الخميس اللي فات والله منيح بيجي الحكم عمر الحنبلي اجل الخميس اللي فات اذا بكره بيجي رن لي عمي ليه عشان نقطع عليه ليه ماله بفهم في كل شيء اللي بالتحكيم عن بالنسبة لإيش؟ المباراة تاعت عرابة. شو ماله؟ مباراة عرابة. سيء جدا بك تحكيم. مباراة يتيمة. فيش قوال على فكرة. لا مضبوط ولا شوت. ايوه شدها شوية يا زلمة. الله يخمك أسامة. جانا طيرتها شفت ليش؟ يلا مودي يطلع عشان نروح يجيبها ناول الكاميرا لمهند. يلا في طابي غادر وجيبوه اللي غادر. مين فايز؟ 1-0 احمر ثلث ساعة ولا جول لسه فيها. انا وصلت ساعة والبلاء وصلنا. مباراة يتيمة يا اخوان. ايش فيها اهداف؟ ايش فيها شيء؟ تعال تعال ابو السيم تفضل خيي لسه اوه عم بلع فارس بلوك وحش يا احمد صورتها او لا طيب احلى فارس الصبح انت قدامه عليهم وال والله بدنا نعلم عليه مباراة فيها كثير بعيوت يا عمو ليه حمود ليه عليك حمود عليك يلا حمود يلا ارضك طلع هلا شو هالاوت هذا يا ابو الصباح قلت لي شوف المباراه يا رشاد هيك بيقولوها في الداخل 3-2 بعيوت مشاكل 3-2 3-2 1-0 1-0 يمين يا لنا
محمود على محمود ولك ايدك ولا جول بعيو مشاكل مشكله بعيو مش مشاكل هذول بيعملوا لقطات بعرف ولا كتلو عندنا صفحه كبير على اليوتيوب على اليوتيوب مبارياتكم شو شو بتحطوا يزيد بيعملهم برفع لنا الرابط بكتب المباراة الخميس مثلا الوقت الفلاني التاريخ الفلاني اكتب على اليوتيوب على اليوتيوب في اليوتيوب بتلاقيهاش لانه فيش عليها مشاهدات هاي مباراة حمودي اللي قاهر المكان ولك مد بس يلعب الصبح خليه يشوت لك شوت يوسف تركنش على الدفاع يا يوسف تطلعش يا يوسف ولك يوسف وين طالع لا اله الا الله ولك ارجع ارجع جاهز بس تخلص تعال ضعيف تعال متت مبين لابس مصر تعال اقول التعادل اربع متكتلين ورا كتل دفاعي رشاد العب العب محمود الهجمه العب امسك سوي رشاد صربط بوطي خليك محمود خليك شوي ورا كم بعد غليان اصبر العب شوي شوي يلا يلا يا لايف قطعت الهجمه ايش ما تصورتش يا غليان شو عمل يعني الله يخزيك تنخزي كانت هجمه خطيره يلا شوي تصور عندنا اوعى الباور بانك فك فك سوكي بالله عليك جيبها رشاد وفك الباور بانك وانه هو اساسا الباور بانك جميعه تعال محمود تعال حدا يجي يصور شو بدك ولا طلع بالصبح البوت اللي له شاريه شاريه بصبه من القاسي شوت سلام اسمع في باور بانك صح الان طوله مشتريه اول هدف اول هدف بعد نصف ساعة طول الباور بانك اي باور بانك وينه ها انسحل يا زلمة الله حرك فيز الله خلق ثاني اول جول انا من الصين جبته اكسبريس بوتو وبوت جهاد شكل شكل بس عم بيجيبش كميات منعجب كميات اه بس هو بعد بيجيب لك خمسة مثلا انطارت يعني طيب ابعد والغليون والله منيح ابعد والغليون قعدت وصل شهرين تقريبا اه 60 يوم من 45 ل 60 يوم يا من الصين بيجي شحن شحن هذا على البريد توصل وزا بده 45 يوم ل 60 يوم تا يوصل طيب شو يعني بس 60 شيكل ولا 60 شيكل او لا ما وصلنا لنا وصلنا لنا 20 بوت نمر مختلف يا غليون خلي يصل بعد شهرين ثلاثه هسه هسه مشكله البريد وقف مش عارف في مشكله هسه البريد في مشكله كبير يعني عشان كورونا بجوز هي مش عشان برضه غير كورونا بطل يستقبل من اسرائيل صار خربشه مش خربشه بدهم مشكله طبعا مع اسرائيل البريد تبعهم بس ايش مو شي بوصل لو نحن عندنا بريد بوصل عندنا بس وصل على المينا المينا بيجي على بريد اسرائيل هاي فرجو اسرائيل بودوه على بريد رام الله لا لا لسه القدس بعدين رام الله بعدين احنا ورام الله غاد بوزعه اشي جنين نابلس طول كرم كويت وهذا بتوزع من رام الله وعندنا تا يجي على نابلس هان الله اعلم وين تا يلحقوا دور ابو لحمزه عبد الله شو اسمه هو عمي ابو ناصر ابو ناصر الحج عادل هو بيشتغل في البريد قاعد يا ما جبت بضاعة من السن علي الاكسبريس اه جيب الشغلات والله كثير انا بنت مالي مالي كفر الجوال تبعي طلعته بس شد من الصين شو انا بكيت في الجامعه
بجيب الجوال جبت... لا 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 بجيبه ولا بجيب بس بقعد بطول اي شيء الكتروني بطول لانه بدي انزل على فحص الالكترونيات بطول لازم انزل على فحص الالكترونيات مين البان جواله الله يخزيك يا سوكي عاد معك ايمن يلا حجز طاب حجز طابي لسه 1-0 شباب لسه 1-0 عادي عادي العب تدخلش انت هاي التصوير ضبطها ضبطها اللي يلا 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 ولعت مع الله فاول فاول لا فاول فيها فاول شباب فيها فاول مالك يوسف ولا كيف فيها واقف حطهم ترى حمود خلت ورا حمود
فارس صار له 50 طيب جودي ورا فارس فارس اطلع 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 هاي ها شوف شوف ايمن لحاله ايمن لحاله ولا كايمن قلت لك ايمن لحاله يوسف ولا مايو كملنا يشوط ايوه انت يوسف اه بجروا وينها سؤال سالته كده لا بجروا 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 لا هانس تقدر نصيحه عادي سيب سيب عادي عادي ايو ماركة عخير شباب ماركة عخير ماركة عخير اصحوا شوي صغيرة صح صح اصحى سوكي اصحى مالك صح 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 طبط صبح قعر 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 فشر 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 ضيع جديد عندكم ضحت عليه في القاعة بس شو ضحت عليك والله يا شو ضحت عليك ليه ما شفتوه خلاص عجيز طلع علقت حدا تعب حدا تعب انا جاهز هيك تصور هيك تصور يلا روح محمود همش كربا ظهر كربا على محمود محمود جاهز جاهز انا ها فوت ايوه هيها بتقرب عليك مو عكس ما كفايه قدام ولازم واحد فارس فارس معك فارس هين 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 اخ يا حمود خد 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 خد
ظل نهجم من بس الحق الطابق الحق الطابق سبوش علينا شلون صاير انت حسوا يعني بجيب لقطات مهمة بس بتك يلا ثلاث يعني علي حارس 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 عليك مين عليك لا فيش طبطية حرام عليك تجيب لقطات هيك شو بكم الشباب صورني شيء صورتك خاوة شو صورت علي في الغرفة الله يسامحكم مش مسامح خلاص سامحتنا من انت سامحنا سامحنا هاي احمد الصبح كيف بغيت تضحك علي مش مسامحك يا يوسف بقى يوسف برن الله معكم بعضكم اهل البلد اشرح صور الصبح سوق شكت صورت انا فيه ما في شفت لكن الملعب والله امسك امسك شغال يلا بالصور شغال صور اسلام شغال يمترا لا عطنا والثبات محمود ليه بدكم تشغلوا مش مواد خام شو مالها زعلان بيقولوا زعلان مدري فيش مواد خام ما عرفت انا هذا اخوي قال لي فيش قال لي هذا شغل اربع ايام هنا تصويره بالصبح قعر 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 بقول لك مشتغل 15 طن في اليوم 15 طن كاتبكم طلعوه اربع ايام 60 طن يوم 10 طن في نص يوم بتسلخوا مهند مهند ما بس اعمل لك الدائره سلام اخوكي بس اعمل لك الدائره هاي يا اسلام شايف الوضع كيف قلنا لك يا زلمه بنت بدك تميل عليها زكريا بوتر يا زلمه جيب لك كم مسمار واعملهن دكهن لا يميل على زكريا بيجيب منها رفاق يجيب تلزيك اقوى مين وانا بلعب معكم غلبناهم 100 اقول شباب اقول استدعوا غليون مره مره قلنا ما رضيش مفهوم لا وعسامه اوه ولعب معي سبع جنه صفر نتيجه 6-4 الاجماليه بالصبح مين بدي يبدل يا اخوان بدك توصف والله زي زي شو لك يا وصل فارق 7-8 غير واحد مالك من دي يطلع مدد يا زلمه خايف والله شايف خايف تعبي ثلاثه تعب مدد يا زلمه مع انك شغال نص نهار اليوم يوسف شغال يا يوسف جواته انا بعيده مش بلاطه العب العب فور فور لا مش جول برا بعيد على التصوير على التصوير تضروا على الغرفة اللي بتقولوا مين يزيد مصورة فك في البار رجع ولا طلع ليه قال يلا هي ارجع معاه سكيف ما كير كير والله يطلع
والله هاي الكرين انت شفتها يا أسامة؟ تعلم هات شو قاعد من عند النن فاول هاي على السوق اللي جوا هذا فيها ايش يا طيفي ورا ورا معزح لك عمل عم خماس واحد يجي هان بدك تفتح فيها شوي طيب عن جد طيب عن جد طيب جد بكل اللي بيطلعوا صوت طعن الصبح هذول الحماس الحماس فيهم صوت كثير بكلهم انا سايبك قالوا لي قال والله كان يقوموا من النوم قال بدي ارفع قضيه عليهم انا قلت له ارفع قلت له انت تعال كل الناس بلغ الاداره طاول تعال كل الاداره هاي الاداره قلت له انا ما ليش دفع قلت له تعال كل الاداره يا سلام طيب قدام ما نكون بسيارة كات المحرم كات المحرم أنا سعيد بي ولا أنا كايمين من السيارة ستنص ساكات من عنا بغرفة الدار ستنص كان يكون كلي على السبعة بقول بكم بلشين يلعبوا صيف وكلي من دي يطلع من دي يطلع أنا كنت بلان على الفاضي دور مين تبدين بعرف ايش اصلا كستح على كتلة خلاص مش فريق انا اخر واحد طلعت انا اخر واحد مين اول واحد طلع يلا تبي نلعب لعبه يلعب سنه ثمانيه يلعب الدنيا طيبه والله سوق يلا بلنتي 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 فيتو وكله بايمن خليه يحاول يشد عليهم كله طلع الصوت الجيران انتجوا كثير بالك العب بلنتي بلنتي شايف هيك بالتفكين يا اسطى سوكي سوكي شو شوون يلا شوف انا شو ضيع هذا مشكله ضيع السوق ضيع هلا يعني بالمية ضايعة أما أحمد في الشمال لا لم تكن ماشي من مدد ضد الشمال مين؟ يوسف خايف تغلبوه لا من المدد ما اتفقنا من زمان في تمديد يوسف خلاص لا استفصالات كدم احنا بس متصحصح شوي متصحصح ميتين انت فوق مغلط واحد نوت الجول قاعدين تشيل غلطة جول ورا ارحم الشارس شوق جول متأخر كثير طبعا بكى فاتح معك قبل الصبح تمام ولك علي ولع يا ولد نمط ولك يا سوكي زيد كنت بدي دور بكم ماش اجالك كداش كنت مدد الشباب بلنت فيها ويلا وضار فريج شوي لا ما وقع ما وقعش بس ما ضفروش هو طلع عش لمسه ولا مسوش يمزح لك احمد جيبها عيان يهودك ما يغاش ان شاء الله عينها الراسية ويخزيك ايش حدا عندك؟ حمودة طلع برا ولا عكسية شد فارس الله بارضة معك اشي هاي يا سلام هديلك يا هان هديت فيك كتبك يا الله مسامحينك قدام روح يا زيد رايك زي اجرك شيها سكروح جيب لك جول يا سوكي تلعب دفاعك تلهو يا حبيبي يلا شوت لبلا محمود ارجع محمود والله صوب تبدي روح وقف بدل انا كادر اروح هاي بوكس هذا الحص بعضك اسامه لا الله يسامحك بس
يلا شو كمان جول يلا انزل جيب جول 3-0 ما كثير 3-0 يا عمي والله بعدلوه كثير كثير ابو الصبح الشوط الثاني بتنقر شنو بتنقر ايش لا ولا هذا في مطر والله اه كانه هو لعيب السوكي هالبوز هاي شو ما طبوز مش مدي 3 دقيقه و 4-0 العدد شو يعني 4 خلاص تكون عافية هاي بتمطر كدابكم تمدد يا شباب اخذ كيك يا 10 10 خمسه لجمالك تعال 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 سلام يا محمود يا سلام تمام عايشة تعال ثلاثة ثلاثة رجع ولا ثلاثة يلا يا زيد ولكني ايوه يا مهند يا العين هيدا واحد يجي فيه بحس شمران اه كثر اللعب هذا كحامي كحامي ضاب ضرب بطن ضرب فيه بحس شوف ضربت في بطن ضربت فيه بوز سلام عليك اسوك والله فنان شموت اللعب يا زلمه انا بكون متمد اليوم خالصه هاتي خلصت باقي لكم كيكتين ثلاث خلص ربع بقى امجد ربع 20 دقيقه 4 ولا 5 عدد روح روح خمسه يلا تفكير 10 بامجد كيف 10 خلاص 10 يلا سوكي محل انت وين رحت ما تنساش حالك عشان جول شوي 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 يا سلام يا حمود يا سلام يا سلام شايف هاي طابله فارس منهي جول خلص كمل لي اياها مد يا زلمه العب مالكم ما ده جوز واحد ما ده راح خلاص هذا جاهز